تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لوضع حلول عاجلة لزيادة انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق الرئيسية في المملكة، أعلنت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أن أعمال تطوير الشارع تتضمن توسعة شارع 47 بمنطقة سند، بالإضافة إلى إنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار وتوفير أرصفة جانبية للمشاة وأعمال الإنارة. وأضافت الوزارة أن شارع 47 بمنطقة سند يشهد ازدحاما كبيرا، حيث يستخدم هذا الشارع حوالي 26 ألف مركبة يوميا في الاتجاهين. أعمال التطوير تتضمن توسعة شارع 47 إلى مسارين في كل اتجاه، وهذا الشارع يشهد ازدحاما كبيرا وتبلغ عدد المركبات حوالي 26 ألف مركبة يوميا في الاتجاهين وبمعدل 2700 مركبة، ويخفض طوابير الانتظار على شارع 47 بحدود 35%.